طلقت للغنى كمان، وعامل اغنيه مشهوره جدا على النت اسمها كيكا قنص. بقول ايه كيكا، ايه كيكا، كيكا على العالي، كيكا كيكا على الواطي، كيكا وتعالى لعبني كيكا. بحب ان انا يعني انا زي ما بقى بضحك الناس وافرح الناس وافرفش الناس، بحب ابقى عايز اضحك انا كمان، لدرجه ان انا ببقى ماشي كده بعمل مواقف كوميديه في الناس وانا ماشي. وفي مره كده كنت انا ماشي رايح القناطر الخيريه، ففي واحد قصير كده لابس جلابيه بيضاء وعمال يمد ماشي مرعوب وخايف الساعه 2 بالليل، فرحت جاي على الراجل، الراجل سمع هبدات رجله ورا منه، فبعدين انا رحت محصل الراجل ورحت عامل له كده على كتفه، لقيت الراجل عمل كده، رحت انا جاي اعمل له كده. الشعب المصري طيب، جمهور حلو وجمهور جميل، لأن في ناس طيبين كتير بتحب حسن. يعني ليه؟ عشان أنت طالما بتعمل خير ربنا بيوقف معاك ولاد الحلال في كل حتة.